فايل جود لاك ودينا جود لاك ومهما كان يعني اليوم اللي باش يخرج يعني اخذ جمهور كبير وعمل خبره كبيره في الاكاديمي وان شاء الله يا ربي اللي باش يخرج منهم يعمل حاجه في حياته ان شاء الله البر. مساء الخير، انا بدي اقول جود لاك اخي رفايل ولا حبيبه دينا. ما بدي ولا حدا منهم يمشي، يعني بدي اياهم كلياتهم يرجعوا، بس هيدي الجيم ان شاء الله بيكون فاين حلو والله بيوفق اللي بيطلع منه. قصدي موفق لرافائيل او دينا اللي هيرجع فيهم النهارده واللي هيمشي. اكيد وصلنا لمرحله كويسه جدا، اكيد هيبقوا يعني اكيد هيلاقوا حاجات كتير بره مستنياهم، وان شاء الله باذن الله اهم حاجه البرنامج النهارده يطلع بشكل كويس وكلنا نقدم بالشكل المطلوب. اي لاف يو عباس وجود لك لرافائيل ودينا. كنقول دينا جود لاك والله يوفقك ان شاء الله ترجعي حيت كتستاهلي تكوني تكملي. كنقول رفايل سواء رجعتي ولا ما رجعتيش، انت نجم وكلشي كيبغيك وانا كنبغيك والله يوفقك.